un pays aussi grand, aussi riche, très peu peuplé, où là d'où يحكموا البابور, يتحدوا البحر, قادرين يموتوا فيه, ويطلعوا باش يروحوا البلاد. كما يقولوا الإسلاميين علمانية, كما يقولوا الإسلاميين كافرة, بعض الخرطة تاعهم ياسر. المهم يخرجوا من حاجة اسمها الجزائر جهنم, لأن الجزائر ولات بالنسبة للشباب الجزائري جهنم, معيشة ضنكة. الله ربما نهضروا على الأمارات بكل ما سخانة, زيدها الموستيك, زيدها الوسخ, زيدها الدبان, زيدها المرض, زيدها الكوفيد, زيدها السبيطار اللي ما كانش, الأمل اللي ما كانش, الفقر, الدراهم ما كانش. يعني النظام الجزائري, لو سيستم الجزائريان, او النظام نسميوه كما حبينا, ولا السلطه المتسلطه على الجزائر, يعني وفرت كل شروط باش يعني تهجر الشعب, تهجر الطاقات الحيه للشعب الجزائري, باش تقتل يعني بطريقه مباشره او غير مباشره. واحتمال القتل يعتبر احتمال وارد حاليا لكل الطاقات الحيه الفعاله في الجزائر. دونك هاد الصحفي تاع اسبانيا اللي تسأل واش صاير في الجزائر, انا نقول له سقسي الحكومه الاسبانيوليه واش صاير في الجزائر, ما تسقسيش الناس واش صاير في الجزائر. الجزائر تحت الاستعمار, والاستعمار يروح الى تهجير الشعوب والتجهيل نتاعها والقتل نتاعها والقمع نتاعها. الجزائر تحت الاستعمار. وهنا ماذا بيا نعرج باش نقول كلمه, الجزائر قضية كل الجزائريين. أي شوف الشعب الجزائري, أو ما كانش رومبو والله سوبرمان اللي راح يجي يجيب لك الحرية ويعطيها لك الدار. الحرية هذه لازم الشعب كامل يكتسبها باش تعود عنده هو كما نقولوا حنا الشرعية الحقيقية, ويكون هو مول السلطة, لازم يكتسب الحرية تاعو. دونك على الشعب كامل أنه يشارك في تحرير الجزائر. كيف يكون تحرير الجزائر؟ أولا بتبني قيادات سياسية عندها برامج. لما نقول قيادات سياسية استثني منها, donc quand je parle d'identité politique, que le peuple doit réellement se fédérer autour de courants et d'identité politique, j'exclus complètement l'islam politique. يعني الحركات السياسية الإسلامية والأحزاب اللي على أساس ديني, مهما كان الدين ضايق, والاحزاب اللي على اساس ديني والايديولوجيات الدينيه هذه, شوفوا سي لو كونسير, سي لو ديابل, الشيطان. اللي ما يعرفش الشيطان في صوره المسلم يعرفه في التيارات الاسلاميه. هذاك هو الشيطان في صوره الاسلام, هي التيارات الاسلاميه. با انا نقولها لكم, كاين ناس يقول لك هذا وكذا, لا لا انا مسلم صح, مسلم تاع الصح, بصح هادو خوانا, هادو هما لي سوبو دو ساطان, وهادو هما أعمدة النظام المتسلط عليكم. لأن الحركة الإسلامية هذه كاملة كما راها الإيديولوجيات الإسلامية بكل منهار خلقت زادت من, شوف, من وراء الخلفاء الراشدين. وحنا في نفس المشكلة, كذب, كذب على الهوية, كذب على الدين, كذب على الشريعة, كذب على المنطق, كذب على الشعوب. هذا وش وصلنا, ولينا أردل قوم الأرض. يعني لي مسلمون يعني سي حتلة العالم حاليا فقط. هذه حقيقة, قولوا واش حبيتوا. ما تنار كيما يقولوا تاع بكري قال لهم جنتهم في دنيتهم, ايبا انا مادا بيا الجنة في الدنيا والجنة في الاخرة. طبعا نستنى الاخرة, انا اللي ما شفت منها والو, سامحني, ماشي تجي تحقرني درك وتقول لي اصبر او يعطيك ربي. نانا ربي قال لي قاوم ثاني. ماذا بينا في اللايف هذا, نوليو للشعب الجزائري في كل مراحل, ما يسميه الشعب بالحراك ونسميه انا الرفض الشعبي او الثوره الشعبيه. لما بدا الحراك هذا, اولا يوم 22 فبراير ما كان لا رشاد لا زيطوط لا الاسلاميين لا طابو لا بوشاشي لا عسول, هادو كاع خرطي ما كانش كاع, باش تكونوا في علمكم وتفهموها ايها الشعب الجزائري. هادو جاوا من بعد. الشعب واش طلب؟ ناض يحوس على تغيير النظام بصفة شاملة, يعني فيما نفهمه الشعب يحوس على الاستقلال. لو بوبل الجيريان
veut vivre dans un état de droit, un état de liberté, il veut son indépendance. الشعب الجزائري حوس الاستقلال تاعو والحريه تاعو. المشعوذين السياسيين ما ضمنهم الحركات الاسلاميه، على راسهم رشاد في الخارج، على راسهم مقري، جاب الله عبد الله، لي زونسيان دو فيس، تو سكو فولي، مشاو في الخطه تاع النظام، عدم تمثيل الثوره الشعبيه. هاي وصلتكم العصابه، الشعب ما قضاش عليها، قضى على اسماء صح ما قضاش على النظام. كاين اسماء سي دي فيزيبل، يعني كواخت محروقين احرقهم طيشهم للزبل، مي اصل النظام مازال قائم في الجزائر، مازلنا تحت الاستعمار، مازلنا في سلطه متسلطه استعماريه جبريه قهريه في الجزائر. شوف واش قاعده دير تركيا حاليا، هو ما كان لازم تقوم به الجزائر في المنطقه كامله كما راها، يعني تحالفات مع النيجر مع البالي مع ليبيا اكسترا، تدخل بكل الصفات والمواصفات على الساحه الدوليه على الساحه المنطقيه على الساحه الجهويه باش ليبيا تبقى منطقه ونقدروا نكونوا حنا هما المقررين في المنطقه هذه، حنا ودول الجوار، دونك الدول اللي راح تواجه المشكل هي. انا كي تجيني تركيا وعندها النهضه في تونس وتعمل لي تحالفات مع المالي وتحالفات مع النيجر، غدوه بعناصرها الاسلاميين كيما رشاد والاخرين تخلق لي اي مشكل في الجزائر، والشعب الجزائري يلقى روحه محاصر من طرف منهاج اسلاموي سياسي مجرم ارهابي على كلتا الحدود نتاعو وفي داخل الوطن. يعني اي واحد يتبع حركه رشاد يتبع مقري وصحابه دابور الله لا يشفيه، نقولها من درك انا باسكو مرض الله يتخدم يدخل في حيط ما يهمنيش، وهذاك جاب الله الكعوان هذاك ثانيه باري. دونك تو لي موفمون، شوفوا بيبل الجزائري هذه كلمه بالك ناس يكذبوني والله ناس ما يعجبهمش الحال والله راح يندير تعليقات ماشي ملاح. نقول لكم حاجه، اي حركه سياسيه اسلاميه فهي حركه صهيونيه بحته، الدور نتاعها تحطم كل دوله فيها حتى عنصر منشا واحد فيه ريحه الاسلام او ريحه الوطنيه فقط. هذه لازم الشعب يفهمها، يفوق لو بوبل لو كومبران. بون بعد بيان سور الناس تسمع الاصوات كثيره، لازم الشعب ثاني يفرق، كاين رجال السياسه والناس اللي عندها برامج وكاين الابواق اللي ما عندها حتى معنى. لانه انا نشوف في ناس تحضر دركا، انا بالنسبه لي ما عندهم حتى وزن سياسي، لا عندهم برامج لا عندهم رؤيه لا عندهم حاجه هادفه، دونك هادو يخدموا النظام طريقة مباشرة وغير مباشرة.